تدارس المجلس وصدق على مشروع مرسوم يتعلق ب إعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حذف المركز الوطني للرياضات المنظر الجميل بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة وإلحاقه بمديرية الرياضة، وذلك بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل هذا المركز، مما سيمكنه من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضي النخبة الوطنية في إطار برامج الشراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.